مسلسل انا محمد امين مدرسه الله احمد سيف واخراج مايكل دريوح وكلتي انا واشرف مصطفى وسامع عباس ونعيش الباجي مجموعه كبيره من الفنانين. مسلسل يعتبر حلقات قصيره، ما هي ست لكن هي حلقات قصيره بتقدم الكوميديا العائليه، مشاكل العائليه اللي بتحصل ما بين الاباء والابناء. هل الاباء هم اللي بيربوا اولادهم ولا الاولاد هم اللي بيربوا ابائهم؟ ده اللي احنا بنشوفه من خلال الاحداث اللي بتمر انا وبابا وماما. عندنا كل حلقه تقريبا فيها مشكله بنتناولها، مشاكل دايما ما بين الاباء وما بين اولادهم، المشاكل كلنا في اسرنا بنمر بيها، مشاكل مع اولادنا لفرق التكنولوجيا اللي موجود ودخول الكمبيوتر، عالم الكمبيوتر ليه يا جماعه من اصدقائي مثلا ما لهمش علاقه خالص بالكمبيوتر، رغم ان اولادهم خلاص ابتدوا يوصلوا للجامعه، لكن النهارده بيشوفوا اولادهم هم قاعدين على البتاع المربع ده اللي مش عارفين غير اللي اسمه الكمبيوتر، بيعملوا ايه؟ بيشتركوا فيه، هل هم مشتركين في حاجات ممكن حد يستقطب اي اهداف سياسيه؟ هل اي حد ممكن يستقطب نتيجه ان هم بيستخدموا حاجه اهليه؟ على علاقات ما بيعملوهمش بيقول عليها، هل مطلوب من الاهالي انهم يعملوا كنترول للشباب اولاد ولا مجرد التربيه بشكل محترم لخير الاولاد يحترموا تربيتهم وما يبقوش يعملوا حاجه مخله زي شبابهم؟ دي كلها مواضيع بجد اللي بنقوم بيها كوسط، وبالتالي لما بنقدم انا وبابا وماما اعتقد ان شاء الله انها توصل للناس. حضرتك ازاي تقدر توفر بين المسلسل وبين المسرحيه؟ دي اسمها توفيق وقت، يعني انت النهارده انت بتصور معايا وبعد ما تخلص تصوير مع اشرف عندك تصوير استوديو مصر مع مش عارف مين، وبعدين لما تخلص هتقابل صحابك اللي على القهوه، وبعدين الصبح هتقول مش عارف ايه، مساله بيسموها الجماعه الخواجات ايه؟ انا عايز اشكر كل الناس الموجودين، عايز اشكر كل الناس الموجودين بجد، يعني كلهم ناس محترمه، الناس اللي جايين المشوار ده وفي يوم صعب زي النهارده في وسط الميه الغريبه اللي قعدنا نمشي فيها ثلاث اربع ساعات، ان انتوا كلكم تبقوا موجودين وتختاروا معانا الافتتاح النهارده، انا بشكركم كلكم.